State of Chloral Hydrate Solution according to European Pharmacopoeia 2008. Objectives من الدرس بتاع النهاردة يا جماعة، هنلاقي إن applying two different titrations using different reagents و indicators و calculations بتوع الاتنين titrations دول ليه improving the selectivity of the assay and minimizing interference. زي ما هنشوف كده لسه الحصة هتمشي معانا ازاي، هنلاقي ان احنا في الاسي وفي نفس الكلورال هيدريت نفسه ده هنلاقي ان في نفس الميثود هي محتاجة اتنين titrations علشان improving selectivity. هنلاقي قصة كده فيها side reaction وهنعمل titration تانية علشان نعمل quantification side reaction ده وتأثيره على الأسي الأساسية بتاعتي ونعمل minimization للinterference. عندي في الستركشر بتاع الكلورال هيدريت والتسمية بتاعته زي ما حضراتكم شايفين، أنا عندي البيرنت هو الإيثان، عندي البرنسيبال جروبس هما الاثنين هيدروكسيل جروبس زي ما حضراتكم شايفين، فطبعا التسمية بتاعت الإيثان هتمشي من الكربون اللي عليها الهايست برايورتي هتبقى 1 2، الواحد طبعا اللي عليها الاثنين هيدروكسيل جروبس فهيبقى إيثان 1 1 دايول، والكربون التانية عليها 2 2 2 تراي كلورو، التلاتة كلورو جروبس دول على الكربون التانية، فهيبقى التسمية كلها 2 2 2 تراي كلورو إيثان 1 1 دايول زي ما حضراتكم شايفين. البرنسيبال اوف أسي، عندي البرنسيبال اوف أسي بتاع تجربة النهاردة يا جماعة indirect acid base titration، بيعتمد على hydrolysis of chloral hydrate with known excess of sodium hydroxide. الاكسس صوديوم هيدروكسيد ده is back titrated، بنعمل له back titration بالنص مولر سلفوريك اسيد using فينولفيتالين as indicator زي ما حضراتكم كده شايفين في الايكويشن. ده الكلورال هيدريت بيبقى الرياكشن الاساسي بتاعه مع النون اكسس اوف صوديوم هيدروكسيد بيديني كلوروفورم وصوديوم فورميت ووتر موليكيول. بعد كده برجع انا بعمل باك تايتريشن للاكسس من الصوديوم هيدروكسيد ده، بيمشي التفاعل بقى 2 لـ1، 2 صوديوم هيدروكسيد مع السلفوريك اسيد 1 موليكيول وزن الايكويشن، 2 صوديوم هيدروكسيد مع 1 موليكيول سلفوريك اسيد يديني صوديوم سلفيت زائد 2 ووتر موليكيول. تمام. طيب ده بشكل مبدئي هو المبدا بتاعي، الكلورال هيدريت عينه عندي بتتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد هحط لها نون اكسس من الصوديوم هيدروكسيد، هشوف ايه الجزء اللي تفاعل من الصوديوم هيدروكسيد، الجزء اللي ما تفاعلش من الصوديوم هيدروكسيد هو اللي هعمله الباك تايتريشن زي مبدا الباك تايتريشن اللي حضراتكم عارفينه. تمام. طيب في بقى كذا حاجه عايزين نقف عندها، اولا الفينولفيثالين انديكيتور، هل انا ينفع يعني ابدله بمثلا ميثايل اورانج برضو واحد تاني من الاذر اسيد بيز انديكيتورز ما دام هي اسيد بيز تايتريشن؟ الاجابه بقى زي ما حضراتكم شايفين كده ان الفينولفثالين انديكيتور لازم هو اللي يستخدم عندي في التايتريشن دي، ما ينفعش الميثايل اورانج. طيب بشكل مبدئي بوث انديكيتورز كان ديتكت الاند بوينت، الاثنين هيدوا التغير في اللون عن لما الاند بوينت بتاعه التايتريشن هتيجي ما بين الرياكشن بتاع السلفوريك اسيد التايترانت مع الاكسس صوديوم هيدروكسيد الموجود عندي في الفلاسك. تمام. بوث انديكيتورز كان ديتكت الاند بوينت بتاعه الرياكشن اوف التايترانت السلفوريك اسيد مع الصوديوم هيدروكسيد. بس مشكلة بقى في الفرق ما بين الفينولفثالين والميثايل اورانج هو البي اتش رينج اللي كل واحد فيهم بيشتغل عنده، البي اتش رينج اللي كل واحد فيهم بيشتغل عنده. الفينولفثالين بيغير لونه، هنلاقي كده ان لونه بيتغير من البينك للكالرلس طول ما حضرتك لسه بتنزل من التايترانت السلفوريك اسيد على الفلاسك، بيغير لونه عند بي اتش اراوند 8، فهيغير لونه لما ايه يحصل؟ لما الاند بوينت تيجي بتاعه السلفوريك اسيد يعادل اخر نقطه صوديوم هيدروكسيد وخلاص، بعد كده الفينولفثالين يشتغل عند البي اتش رينج 8 ده و
يديك الاند بوينت بتاعت التجربه. طيب تمام، ده الفينول فيسالين. امال الميثايل اورانج كان هيعمل ايه؟ الميثايل اورانج كان هيعمل بيشتغل عند بي اتش اراوند 3.5. فالفكره بتاعته ان هو هيستنى ان حضرتك السلفوريك اسيد هينزل، هيتفاعل مع هيخلص الصوديوم هيدروكسيد كله الاكسس، وكمان ساعتها الميثايل اورنج مش هيغير لونه، هيستنى لما يعني يبقى يعني حضرتك نزلت تاني سلفوريك اسيد من البيوريت تايترنت، هيستنى لما السلفوريك اسيد ده برضو كمان ينزل اكتر منه يتفاعل مع الصوديوم فورميت اللي كان عندي في الايكويشن اللي قبل كده، علشان الصوديوم فورميت ده يعتبر ويك بيز برضو. فلو انت يبقى بيبقى ليه رياكتيفيتي مع السلفوريك اسيد اللي المفروض نازل ده. فميزه الفينول فيسالين ان هو هيديني البي اتش، بيشتغل عند البي اتش رينج اللي يديني بس الاند بوينت ساعه التغير، ساعه لما يخلص النون اكس صوديوم هيدروكسيد، من غير ما يبقى السلفوريك اسيد ده نستنى ان هو يتفاعل لي كمان لما البي اتش رينج يفضل ينزل ينزل لغايه 3.5، ولغايه ما يكون السلفوريك اسيد اخد لي كمان معاه الصوديوم فورميت الموجود عندي في الفلاسك. تمام يا جماعه. فهو الفكره ان الميثايل اورنج عند بي اتش 3.5 هيغير لونه بعد رياكشن بتاع السلفوريك اسيد مع الصوديوم هيدروكسيد ده اكيد، بس كمان مع الصوديوم فورميت از ويل. فطبعا ده هيبقى عامل انترفيرنس، احنا مش عايزينه ان هو يزود اند بوينت ويزود فوليوم من السلفوريك اسيد، ملوش علاقه بالاكس الصوديوم هيدروكسيد، عايزين بس اللي ليه علاقه بالاكس الصوديوم هيدروكسيد. فعشان كده الفينول فيسالين ده هو الانديكيتور اوف تشويس مش الميثايل اورنج. طيب الميكانيزم، الميكانيزم بتاع الرياكشن زي ما حضراتكم شايفين ان الصوديوم هيدروكسيد دي الهيدروكسيد ايون بتاعت الصوديوم هيدروكسيد الموجود عندي في الميديم هتعمل اتاك على الموليكيول بتاعت الكلورال هيدريت اللي حضراتكم شايفينها. طيب الكلورال هيدريت زي ما حضراتكم شايفين كده في عندي اتنين كاربونز، الاتنين كاربونز دول الاتنين برضو هيبقى عليهم بارشال بوزيتيف تشارج. طب انهي اللي عليها البارشال بوزيتيف تشارج اكتر علشان الهيدروكسيد ايون دي تعمل نيوكليوفيليك اتاك عليها؟ الكربون اللي اتاتشت على الاثنين اللي اتاتشت ليها اثنين هيدروكسيد جروبس، ولا الكربون اللي اتاتشت ليها ثلاثه كلورو جروبس؟ طيب هما لقيوا دي بارشال بوزيتيف ودي بارشال بوزيتيف، بس انهي البارشال بوزيتيف تشارج عليها اكبر؟ لقيوا ان الكربون دي اللي اتاتشت للاثنين هيدروكسيد جروب. ليه؟ لان هما لقيوا ان التراي كلورو ميثايل سبستيتوانت ده على بعضها، يعني الكربون دي بالثلاثه كلورو جروبس اللي عليها دي على بعضها اس سبستيتوانت للكربون اللي جنبها، بتبقى بتعمل بوند بولاريزيشن وبتزود البارشال بوزيتيف تشارج على الكربون الثانيه اللي هي اتاتشد على الاثنين هيدروكسيد جروبس دول. فبالاضافه لتاثيرها وتاثير الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروكسيد جروبس، فبالتالي البارشال بوزيتيف تشارج على الكربون دي بيبقى اعلى وبيحصل عليها نيوكليوفيليك اتاك من الهيدروكسيد جروب. تمام، فبيحصل النيوكليوفيليك اتاك من الهيدروكسيد جروب بتاعت الصوديوم هيدروكسيد على الكربون دي، فان هو بيتكون رابطه ما بين الهيدروكسيد جروب دي والكربون دي. تمام، طيب فالكربون دي طبعا مش هتستحمل خمس روابط عليها، فالرابطه اللي ما بينها وما بين الكربون الثانيه دي هتتكسر المفروض، خلاص الرابطه دي بتتكسر، الكربون دي بتاخد الاثنين الكترونز بتوع البوند المشترك ما بينها وبين الكربون الاولانيه، والالكترونز دي الكربون اللي عليها تراي كلورو جروبس دول بتاخد بيهم ايه الالكترونز دي؟ بتاخد بيهم H او هيدروجين من ووتر موليكيول موجوده في الميديم. تمام، بتاخد بيهم هيدروجين وبيحصل لوس للهيدروكسيد ايون اللي متبقيه من الووتر موليكيول، هي دي اللي على السهم، ان الكربون دي اخدت H واتبقت ال OH دي الهيدروكسيد ايون دي ايه، هي دي اللي ماينس OH، يعني تم فقد ايه OH من الووتر موليكيول. يبقى تاني ال OH الهيدروكسيد ايون دي الاولانيه اللي انا بتبدا النيوكليوفيليك اتاك دي بتاعه الصوديوم هيدروكسيد الموجود عندي في الميديم النون اكس الصوديوم هيدروكسيد، هتعمل اتاك على الكربون اللي اتاتشد للاثنين او اتشز دي، وعرفنا ليه هي ليها البارشال بوزيتيف تشارج عليها اكبر من الكربون الثانيه. وبعد كده بقى طبعا الرابطه ما بين الاثنين كربونز دول هتتكسر خلاص، فبيتكون عندي ايه بقى؟ بيتكون عندي الـ الجزء ده بيكون الميثان ترايول كومباوند ده which is unstable، وهنشوف هيحصل له ايه دلوقتي.
والجزء ده طبعا لما اخد اللي هي التراي كلورو ميثايل جروب دي، لما اخدت الهيدروجين من الووتر كونت ايه؟ كونت عندي كلوروفور، مع فقد الهيدروكسيد ايون اللي على السهم دي من الايه اللي اتبقت من الووتر موليكيول اللي اتاخد منها الهيدروجين. تمام. طيب نيجي للميثان ترايول اللي احنا كنا بنقول فيه ده ان ستيبل، دايما بيبقى عنده تندنسي لفقد ووتر موليكيول وانه يكون فورميك اسيد، خلاص بيفقد ووتر موليكيول ويكون فورميك اسيد، اللي طبعا في وجود الصوديوم هيدروكسيد في الميديوم النون اكسس الموجود عندي في الفلاسك بيكون عند منه صوديوم فورميت بلس ووتر موليكيول. تمام. هنا طبعا الميثان ترايول ده بيفقد او اتش من واحده و اتش من الثانيه، فبتكون بيحصل الفورميك اسيد ده عندي، وفي وجود الصوديوم هيدروكسيد بينتج عنه صوديوم فورميت اند ووتر. تمام. طيب ده الميكانيزم الاساسي بتاع الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت بالصوديوم هيدروكسيد نون اكسس صوديوم هيدروكسيد اللي عندي. طيب ايه بقى قصه ثانيه بتحصل؟ فالفكره في السايد رياكشن يا جماعه ان هو بيوكير ما بين الكلوروفورم والصوديوم هيدروكسيد نون اكسس باربعه يعني الريشيو 4:1، 4 موليكيولز من الصوديوم هيدروكسيد مع 1 كلوروفورم بيدينا 3 صوديوم كلورايد و1 صوديوم فورميت و2 ووتر موليكيولز. عن طريق مور ميثود بنعمل كوانتيفيكيشن للسايد رياكشن ده ازاي، ان احنا عايزين لما هنعين الصوديوم كلورايد الناتج عن السايد رياكشن ده هنبقى كاننا عيننا او هيبقى تعيينه از ايكويفالنت تو كميه الصوديوم هيدروكسيد اللي استهلكت في السايد رياكشن ده، وبالتالي نقدر نعمل حسابها في الكالكوليشنز. طيب تعيين الصوديوم كلورايد ده ازاي؟ نعمله عن طريق مور ميثود، دي بريسيبتيمتريك تايتريشن، حضراتكم طبعا عندكم فكره عنها من قبل كده، of ionizable chlorides by direct titration with silver nitrate using potassium chromate as indicator. هيبقى الثلاثة صوديوم كلورايد هنعمل لهم titration بسيلفر نيتريت تايترانت، هيتفاعلوا مع بعض بريشيو 3:3 سيلفر نيتريت للصوديوم كلورايد، هينتج عنهم 3 سيلفر كلورايد precipitate زائد 3 صوديوم نيتريت. تمام. بعد كده بقى الانديكيتور، اول ما التايترانت يخلص كل الصوديوم كلورايد الموجود هيتفاعل التايترانت سيلفر نيتريت ده مع البوتاسيوم كروميت انديكيتور طبعا زي ما احنا شايفين في الايكويشن دي، ويديني سيلفر كروميت ريدش بريسيبتيت زائد 2 بوتاسيوم نيتريت. السايد رياكشن ده يا جماعه بيتم ازاي؟ بيتم أربعة زي ما احنا لسه قايلين 4 مولكيولز من الصوديوم هيدروكسيد مع الكلوروفورم يديني 3 صوديوم كلورايد زائد 1 صوديوم فورميت زائد 2 ووتر مولكيولز. طيب ازاي بقى بيتم؟ 3 مولكيولز من الصوديوم هيدروكسيد بيعملوا نيوكليوفيليك اتاك على السنترال كاربون دي بتاعت الكلوروفورم، فبينتج عنها الثلاثة هيدروكسيد جروبس دول طبعا هم يعني 3 صوديوم هيدروكسيد، فبينتج عنها 3 صوديوم كلورايد، وبيبقى الهيدروكسيد جروبس دي اتاتشد للكربون ده بينتج عنها الميثان ترايول اللي قلنا قبل كده ان هو بيفقد ووتر موليكيول علشان يكون فورميك اسيد، وبيبقى الفورميك اسيد ده في وجود الصوديوم هيدروكسيد بينتج عنه صوديوم فورميت زائد ووتر. يبقى دلوقتي حضراتكم احنا عندنا ال 20 مللي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد ده يعني هيستهلكوا في ايه؟ هيستهلكوا في ثلاث اتجاهات، جزء هيستهلك في الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت، وجزء هيستهلك في السايد رياكشن مع الكلوروفور، وجزء اللي هو الاكسس صوديوم هيدروكسيد اللي احنا بنعينه بالتايتريشن الاصليه الاولانيه اللي هي الباك تايتريشن بالنص مولر سلفوريك اسيد. تمام. يبقى ايه زي ما حضراتكم شايفين كده الاكس الصوديوم هيدروكسيد ده هو اللي بنعمل له اللي هيتبقى لنا ان احنا نعينه بالنص مولر سلفوريك اسيد اللي هي اول تايتريشن بدانا بيها. السايد رياكشن ده هنعينه بالتايتريشن اللي هي بال 0.1 مولر سيلفر نيتريت، وجزء اللي هو اول ما حطينا النون اكسس اوف صوديوم هيدروكسيد اللي هو استهلك في الهيدروليسيس اوف الكلورال هيدريت. طيب ال 20 مللي نون اكسس اللي هتشوفوهم في التجربه المره دي اللي هنحطهم ان شاء الله هما دي الثلاث
يعني اجزاء اللي استهلكوا من خلالها ال 20 مللي دول. تمام يا جماعه؟ طيب البروسيدور بقى يا جماعه، عايزين ناخد بالنا من كذا حاجه في البروسيدور. اول حاجه هنشتغل في ستوبرد كونيكال فلاسك، خلاص نشتغل في ستوبرد كونيكال فلاسك. هنستلم الستوبرد كونيكال فلاسك ده وهنتاكد ان الستوبر بتاعتنا فيت خلاص، وبعد كده هنحط السبيسيفيك فوليوم، كل واحد هياخد سبيسيفيك فوليوم من الكلورال هيدريت. خلاص يا جماعه هيبقى كلورال هيدريت محطوط كده في ازايز وجنبها بيوريتس، كل واحد هياخد السبيسيفيك فوليوم اللي هنمليه عليه. خلاص طبعا الكونيكال فلاسك هنغسله بكويس بديستلد ووتر علشان يبقى نظيف قبل التايتريشن، ونحط فيه السبيسيفيك فوليوم عن طريق البيوريت. خلاص دي اول حاجه. بعد كده سبيسيفيك فوليوم اوف ايه، اوف السامبل، اوف كلورال هيدريت سامبل. تمام. تاني حاجه هنحط 20 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد، 20 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد، هنحط 20 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد بايه؟ برضو ببيوريتس تانية في مكان تاني هنلاقيها. هنحط 20 مللي من ال 1 مولر صوديوم هيدروكسيد اللي هو النون اكس صوديوم هيدروكسيد بالبيوريت برضو. تمام. الحصه دي يا جماعه بتاعت النهارده كلها بيوريتس، عايزين ايه نبقى واخدين بالنا من ان كل بيوريت يبقى جنبها الازازه اللي بتاعتها اللي بناخد منها وما نتلخبطش وهكذا. خلاص بعد كده هنستنى لمده دقيقتين، خلاص هنستنى لمده دقيقتين وبعد كده هنضيف 5 دروبس فينول فيسالين. اول ما بنضيف الخمسه دروبس من الفينول فيسالين انديكيتور هنلاقيها في القطرات الصغيره كده بتاعه الانديكيتورز اللي عندنا، فاول ما بنضيف بنلاقي السوليوشن عندي يتحول للبينك كلر اول ما ضفنا الفينول فيسالين انديكيتور نتيجه البيزك ميديم، نتيجه النون اكس صوديوم هيدروكسيد الموجوده عندي في الميديم. فبحط ايه الخمسه دروبس فينول فيسالين دول علشان يبقى هو ده الانديكيتور قبل ما هعمل تايتريشن بالنص مولر سلفوريك اسيد. حاجه اخد بالي منها يا جماعه مهمه جدا، ان انا الانديكيتور الخمسه دروبس دول بحطهم دايركتلي قبل ما ابدا تايتريشن، يعني قبل ما اخد دوري كده على البيوريت على طول اقوم حاطه او حاطط الفينول فيسالين انديكيتور 5 دروبس، ما احطوش واستنى استنى دوري على البيوريت ولا استنى ان انا لسه هظبط ولا هدلق الفوليوم بتاعي ولا هستنى حد بيشتغل، لا انا هحطهم قبل الشغل على طول. تمام يا جماعه. فبعد كده بقى هبدا تايتريشن بالنص مولر سلفوريك اسيد، فقبل ما هبدا تايتريشن على طول يا جماعه هو هحط الخمسه دروبس فينول فيسالين انديكيتور خلاص، علشان بعد كده انا لو حطيته واستنيت لونه بيبهت، فساعد بقى لما تيجي الاند بوينت بتلاقي ان انت ايه مفيش يعني ايه التغير هيبان معاك شارب وكل حاجه، بس مش هيبقى الشاركنس بتاعت التغير اللون مش هتبقى كويسه زي ما انت تبقى لسه حاطه على طول قبل ما تبدا التايتريشن. ان انت لو حطيت الفينول فيسالين واستنيت دورك هتلاقيه من قبل حتى ما انت تبدا خالص اي تايتريشن اي سلفوريك اسيد ينزل من البيوريت، هتلاقيه ان انت اصلا بادئ بيه وهو باهت، وتبدا بقى تبقى عايز طب تضيف نقطه تانية، طب هل تعمل حاجه تانية. ف يعني علشان تجنبا للقصه دي احنا بنحط الانديكيتور قبل ما نبدا التايتريشن على طول. تمام يا جماعه. طيب يبقى دي حاجه بس عايزين اكدت على حضراتكم فيها، ان بنشتغل في الستوبرت كونيكال فلاسك ده. وحاجه تانية يا جماعه ان الانديكيتور برضو نحطه على طول قبل التايتريشن خلاص علشان ما يبهتش. وبعد كده يا جماعه حاجه عايزه ااكد على حضراتكم فيها برضو اللي هي ان الثلاث حاجات بناخدهم بالبيوريتس، السبيسيفيك فوليوم اوف كلورال هيدريت سامبل ببيوريت، الصوديوم هيدروكسيد والسلفوريك اسيد تايتان، كل الثلاثه ببيوريتس هتلاقيهم طبعا في اماكن مختلفه، فنبقى واخدين بالنا احنا بناخد من ايه وما نغيرش باي بيوريت من مكانها. تمام. وكمان يا جماعه لو سمحتوا بنبقى بنستخدم فانل دايما واحنا بندلق من الازازه،
اللي بتبقى محطوطه جنب البيوريت، علشان ندلق جوه البيوريت لازم ندلق عن طريق فانل، الجلاس فانل كده بيبقى محطوط جنب كل بيوريت جلاس فانل، تمام؟ طيب فده الفانل ده بيستخدم بس يا جماعه اثناء البورنج، اثناء ما حضرتك بتصب جوه البيوريت، لكن بعد كده بتشيله طبعا. ما ينفعش ابدا الغلطه اللي بنعملها، ما ينفعش نستخدم اي بيوريت سواء بتنزل منها النون اكس صوديوم هيدروكسيد ولا بتعمل تايتريشن وتستخدم اي فوليوم من اي بيوريت، ما ينفعش طبعا تبقى بتعمل كده وانت الفانل موجود، ده يعمل معاك ايرور في الفوليوم ويعمل غلط، تمام؟ فلازم الفانل اثناء واحنا بنصب جوه البيوريت لازم بنشيله، وبعد كده بقى ايه نظبط الفوليوم وتظبط انت هتبدا منين وتاخد لغايه فين والكلام ده كله، خلاص؟ الفانل اثناء الصب بس، لكن بعد كده بنشيله علشان نستخدم البيوريت بعد كده، خلاص. وحاجه تاني برضو يا جماعه ااكد على حضراتكم فيها، ان دايما في بدايه كل حصه عمليه يعني وانتوا داخلين السكشن بنغسل الادوات، يعني اول واحد مثلا جاي يستخدم اي بيوريت بيغسل البيوريت دي بالحاجه اللي هيحطها فيها، بالسوليوشن اللي هيحطه فيها، بعد كده خلاص اللي بيجي يستخدمه وراه خلاص طبعا مش بيغسل، هي بتبقى اوريدي مغسوله واستخدمت وبيستخدم وراه على طول من الازازه، بس اول واحد بس جاي يستخدم اي جلاس وير اي بيوريت اي حاجه بيغسلها بشويه سوليوشن من الحاجه اللي هيحطها فيها، تمام؟ علشان بس ما تطلعش النتائج معاه مخففه، هي الجلاس وير بيتحط لكم مغسول بديستلد ووتر بس، بس بتبقى مهمه غسل الادوات بالسوليوشنز دي بتبقى مهمه لحضراتكم لاول بس طالب جاي يستخدم اي بيوريت من اي حاجه احنا بنقولها او عموما في كل المعامل، بيبقى عليه ان هو بس يغسل الجلاس وير اللي هيستخدمه ده بشويه سوليوشن علشان يبقى ايه بياخد منه هو مش مخفف ولا حاجه، خلاص. فدي يا جماعه حاجات ناخد بالنا منها اثناء الشغل، والتجربه ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله خالص. فالتغير بقى بتاع الاند بوينت بيجي بيحصل ايه؟ بنفضل نعمل تايتريشن بالنص مولر سلفوريك اسيد ده لغايه ما بيبقى الاند بوينت السوليوشن عندي بيبقى اول نقطه تحول لي الانديكيتور من بينك لكالرلس، تحول لي السوليوشن كله هيتحول لونه من البينك، الفوشيا اللي كان عندي ده يتحول ليه كولرلس مفيهوش لون، تمام يا جماعه؟ ليه؟ لان هو خلاص السلفوريك اسيد هيفضل ينزل طول ما هو فيه كل الاكس الصوديوم هيدروكسيد المتبقي، خلاص جزء راح للهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت وجزء عمل خلاص السايد رياكشن ده لسه هنشوف قصته دلوقتي حالا، لكن متبقي الجزء اللي انا بعمل على اسانه علشانه التايتريشن اصلا اللي هو المتبقي اللي بعمل له الباك تايتريشن الاكس صوديوم هيدروكسيد، فاول ما الاكس صوديوم هيدروكسيد ده يخلص اول نقطه من التايترنت اللي هو النص مولر سلفوريك اسيد تيجي على الانديكيتور الفيول في سالين هتغير له لونه من البينك كلر للكلرلس، تمام؟ طيب دي التايتريشن اللي حضراتكم هتعملوها. بعد كده بقى التايتريشن الثانيه دي حضراتكم هتشوفوها معانا في المعمل ديمونستريشن، ان هناخد الفلاسك زي ما هو كده ونعمل determination of الصوديوم كلورايد، الخطوة التانية اللي هو ايه بقى هنعمل فيه كده؟ هنحط على نفس الفلاسك اللي هو كان فيه ال بقية التيتريشن الأولانية زي ما هي كده اللي اتحولت من pink لcolorless، هنحط فيه 2 drops potassium chromate، خلاص؟ وبعد كده هنبدأ نلاقي الوايت بريسيبتيت ده اللي ابتدى يتكون اللي هو بتاع السيلفر كلورايد، لو حضراتكم تاخدوا بالكم من تسلسل الايكويشنز. وبعد كده بقى هنبدا بعد ما نبقى بدانا عملنا التايتريشن اوريدي والسيلفر كلورايد هنلاقي وايت بارتيكلز كده اتكونت، فمش دي الاند بوينت. الاند بوينت بقى لما السيلفر نايتريت يتفاعل مع البوتاسيوم كروميت انديكيتور ويديني ايه السيلفر كروميت اللي هو الريدش بريسيبتد ده، هو ده هيبقى الاند بوينت الثانيه، ودي هنديكوا القيمه بتاعتها في المعمل. الاند بوينت الثانيه دي احنا هنديها لكم في المعمل بحيث حضراتكم تعملوا بيها الكالكوليشنز، خلاص. فدي كده التايتريشن الثانيه، حضراتكم هتعملوا التايتريشن الاولانيه بس في المعمل، خلاص. والتايتريشن الثانيه دي احنا هنعملها بس ونوريها لحضراتكم ديمونستريشن ونديكوا قيمه الاند بوينت بتاعتها، لكن اللي حضرتك هتشتغلها بايدك في المعمل هي الاند بوينت الاولانيه اللي هي بتاعت التايتريشن بالنص مولر سلفوريك اسيد. طيب الكالكوليشنز بقى يا جماعه، اول حاجه عندي
المين رياكشن بيبقى ماشي ازاي. الكالكوليشنز يا جماعه يعني عايزه يعني ان احنا نفهم قصتها كده عشان تسلسل كده هنشرحه لغايه ما نوصل في النهايه للجمله اللي هنبدا بيها الكالكوليشنز الاساسيه بتاعتنا. طيب المين رياكشن ماشي ازاي؟ ماشي 2 موليكيولز من الصوديوم هيدروكسيد لواحد موليكيول من السلفوريك اسيد يديني صوديوم صلفيت واتنين ووتر موليكيولز. فالرياكشن ماشي ازاي؟ ما بين الصوديوم هيدروكسيد والسلفوريك اسيد 2 لواحد، 2 مولز لواحد مول، 2 موليكيولز لواحد موليكيول، 2 لواحد خلاص. فكده بالتالي الرياكشن ما بين الصوديوم هيدروكسيد والسلفوريك اسيد ماشي 2 كانه 2 مول. ايه العلامه اللي في النص دي؟ از ايكويفالنت، يعني كان 2 صوديوم مول من الصوديوم هيدروكسيد از ايكويفالنت تو مكافئين او مكافئ لواحد مول من السلفوريك اسيد. دول 2 مولز هيتفاعلوا مع 1 مول من السلفوريك اسيد ومكافئين ليهم في الايكويشن في الريشيو. تمام. طيب لو هي نفس الريشيو دي خلاص ماشيه 2 لواحد. لو انا بتكلم بقى مش كمول مش مولز 2 مول و1 مول، لو انا عايز اتكلم ان تيرمز اوف فوليوم وكونسنتريشن، انتوا عارفين طبعا ان الفوليومز والكونسنتريشن هيديني الاماونت بتاعه السوليوت اللي انا بتكلم عنه او السبستنس اللي بتكلم عنها خلاص. فانا لو بتكلم على حاصل ضرب الفوليوم في الكونسنتريشن في الناحيه دي وفي الناحيه دي فيما يخص الصوديوم هيدروكسيد والسلفوريك اسيد، لو انا بتكلم على الواحد مولر سوليوشنز هنا وهنا، لو الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد والواحد مولر سلفوريك اسيد، لو ما دام انا خلاص اتفقنا ان الريشيو ماشيه 2 لواحد فهيبقى 2 مللي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد مكافئ ل 1 مللي من الواحد مولر سلفوريك اسيد. تمام. ما دام اتفقنا ان الرياكشن ماشي 2 لواحد يبقى 2 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد از ايكويفالنت تو 1 مللي من ال 1 مولر سلفوريك اسيد، ما دام الاثنين هنعتبر ان هما ايه 1 مولر سوليوشن. تمام. طيب هل احنا عايزين نحسب على ان هي 1 مولر سلفوريك اسيد؟ هل اللي احنا عملنا بيه التايتريشن هو كان 1 مولر سلفوريك اسيد؟ لا، احنا عايزين نعمل الحسابات على ان احنا اللي عملنا بيه التايتريشن اللي هو كان كام؟ كان نص مولر سلفوريك اسيد خلاص. طيب فعايزين هي يعني الكميه اللي كانت موجوده في 1 مولر في 1 مللي 1 مولر سلفوريك اسيد بكام؟ حاصل ضرب 1 في 1، احنا عايزين حاصل الضرب اللي هنا يبقى هو حاصل الضرب اللي هنا، 1 في 1 كام؟ ب 1 خلاص. فطب اذا كان ال 1 مللي من ال 1 مولر يبقى كام من النص مولر سلفوريك اسيد؟ يبقى 2 مللي من النص مولر سلفوريك اسيد، بحيث حاصل ضرب الرقمين دول بتاع الفوليوم والتركيز بتاع الفوليوم والكونسنتريشن يبقى 1، 1 في 1 ايكوال 1 و2 في نص بيكوال 1، بحيث تبقى على بعضها كده نفس الاماونت. هي الاماونت اللي في ال 1 مللي 1 مولر هي اللي هتبقى الاماونت اللي في 2 مللي بس نص مولر، يعني قللت التركيز فزودت الكميه، بس كميه السلفوريك اسيد ذات نفسه كام اللي في ده او في ده هي واحده نفس الاماونت خلاص. طيب احنا ليه طيب غيرنا دي بدل ما خليناها 1 مللي 1 مولر خليناها 2 مللي نص مولر؟ علشان اللي كنا لسه بنقوله يا جماعه في ان احنا عايزين نحسب على التركيز اللي احنا اكشولي مستخدمينه، احنا مش عايزين نفرض على تركيز افتراضي اللي هو الواحد مولر، لا احنا اللي مستخدمينه اكشولي في التجربه مين؟ هو النص مولر سلفوريك اسيد ده. تمام. فبالتالي ال 2 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد از ايكويفالنت تو 2 مللي نص مولر سلفوريك اسيد. تمام. طب هل احنا عايزين بقى النص مولر سلفوريك اسيد احنا عايزين نجيب ايه بقى؟ الواحد مللي منه من التايترانت النص مولر سلفوريك اسيد ده مكافئ لكام؟ هو ده الهدف بتاع السلايد كلها، كنا عايزين نجيب الواحد مللي من النص مولر سلفوريك اسيد اللي هو التايترانت اللي حضرتك بتستخدمه، عايزين نجيب الواحد مللي منه مكافئ لكام من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد نون اكسس الموجود في الفلاسك ده. فهي 2 مللي من الواحد مولر مكافئ ل 2 مللي من النص مولر سلفوريك اسيد، هنقسم على 2 هنا و2 هنا، ما دام ال 2 مللي مكافئين ل 2 مللي يبقى على 2 وعلى 2، يبقى 1 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد از ايكويفالنت تو 1 مللي من النص مولر سلفوريك اسيد. تمام كده يا جماعه؟ نفس طريقه الشرح التسلسل بتاع الكالكوليشنز دي هتيجي معايا برده في السايد رياكشن. تمام. طيب السايد رياكشن ايه حكايته يا جماعه؟ السايد رياكشن حكايته ان 4 مولكيولز من الصوديوم هيدروكسيد زائد كلوروفورم بيديني 3 صوديوم كلورايد وصوديوم فورميت و2 ووتر مولكيولز،
بنرجع احنا نعين الثلاثه صوديوم كلورايد دول باستخدام التايترانت اللي هو السيلفر نايتريت، بيتفاعلوا 3 ل 3. خلاص، طب ليه 3 ل 3؟ احنا كنا ممكن نحطهم واحد لواحد عادي، ليه الايكويشن دي التلاتات دي كاتبينها؟ علشان احنا اصلا واخدين عايزين ناخد التلاته دول اللي هينتجوا عن الرياكشن ده زي ما هي زي ما هم. هو الرياكشن ده عمره ما هيمشي غير ان هو هينتج اقل ستويكيومتريك ايكويشن فيه عشان تبقى موزونه، بيمشي 4 صوديوم هيدروكسيد لواحد كلوروفورم يديني 3 صوديوم كلورايد. فالثلاثه صوديوم كلورايد دول هم اللي انا هعمل لهم التايتريشن بالسيلفر نايتريت بريشيو 3 ل 3، يعني هو بيمشي واحد لواحد، بس انا بما انهم هم 3 مولكيولز فانا هفعلهم مع 3 مولكيولز من السيلفر نايتريت يديني 3 سيلفر كلورايد زائد 3 صوديوم نايتريت. تمام. طيب ليه قعدت اقول لكم القصه دي تاني؟ علشان نشوف اول جمله دي جت منين. الأربعة مول صوديوم هيدروكسيد مكافئ لمين؟ مكافئ ل 3 صوديوم كلورايد، الايكويشن الأربعة بينتج عنه 3. طب والثلاثة صوديوم كلورايد is equivalent to 3 سيلفر نايتريت، يبقى الأربعة صوديوم هيدروكسيد مكافئين لكام سيلفر نايتريت؟ وهو المطلوب إثباته، لتلاتة مول سيلفر نايتريت. تمام؟ يبقى عشان إحنا عايزين هنا يعني نوجد العلاقة ما بين الصوديوم هيدروكسيد والسيلفر نايتريت على طول. إحنا كنا ممكن نقول 4 مولز من الصوديوم هيدروكسيد is equivalent to 3 مولز صوديوم كلورايد is equivalent to 3 مولز سيلفر نايتريت. طلعنا الصوديوم كلورايد من القصة علشان الهدف أصلا بتاعنا إن إحنا نوجد العلاقة ما بين السيلفر نايتريت تايترانت. هيبقى هنفضل نمشي في الكالكوليشنز برضه ونشوف الواحد ملي منه مكافئ لكام ملي من الصوديوم هيدروكسيد نون اكسس. هي دي العلاقه المطلوب اثباتها، بس عرفنا جت منين. لكن هو الصوديوم هيدروكسيد مش بيتفاعل بطريقه مباشره مع السيلفر نايتريت، يعني دي العلامه دي اللي في النص، هو الصوديوم هيدروكسيد عمره ما هيتفاعل مع السيلفر نايتريت، هو ده مكافئ للسيلفر نايتريت. وعرفنا انه مكافئ، عرفنا التكافؤ ده جه منين، عن طريق الثلاثه صوديوم كلورايد اللي قعدنا نقولهم من شويه. تمام. طيب يبقى الاربعه صوديوم هيدروكسيد مكافئين لاربعه مول، مكافئين لتلاته ايه سيلفر نايتريت. تمام. طيب اربعه مول من الصوديوم هيدروكسيد، اربعه لتلاته، اربعه مول لتلاته مول، اربعه مولكيول لتلاته مولكيول. فهنكتبها مبدئيا اربعه مول صوديوم هيدروكسيد مكافئين لتلاته مول سيلفر نايتريت. تمام. طيب الاربعه مول دول برضو لو هنعبر عنهم مش هنعبر عن نفس الريشيو الأربعة لتلاتة دول بإن تيرمز أوف إيه؟ الواحد مولر كونسنتريشنز بتاعت الاتنين سوليوشنز، واحد مولر صوديوم هيدروكسيد وواحد مولر سيلفر نيتريت، يبقى الريشيو هتبقى كام لكام في التكافؤ؟ هيبقى 4 مللي إز إيكويفلنت تو 3 مللي للواحد مولر كونسنتريشنز. خلاص؟ طيب هل إحنا اللي كنا مستخدمينه هو الواحد مولر سيلفر نيتريت؟ لأ، إحنا كنا مستخدمين 0.1 مولر سيلفر نيتريت. فبالتالي نفس الحاجه اللي كنا بنقولها في السلايد اللي فاتت، الكميه اللي في 3 مللي 1 مولر عايزين ايه؟ احنا ال 1 مللي خليناه نص مولر، يعني كاننا قسمنا على 10. فهنا واحد عشان توصل لل 0.1 اللي نعمله هنا نرجع ايه؟ نعكسه هنا. الواحد قسمنا على 10 بقى 0.1 مولر. فنرجع هنا ال 3 دي نضربها في 10، بحيث 3 في 1 ب 3 و30 نضربها في 0.1 يبقى يدينا 3 برضه. رقم 3 يدينا نفس الرقم، تمام؟ فهيبقى ايه؟ ال 4 مللي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد is equivalent to 30 مللي 0.1 مولر سيلفر نايتريت. تمام؟ دي عرفنا وصلنا لها ازاي؟ كانت 3 1 مولر. طب احنا مش عايزين نحسب على 1 مولر، احنا عايزين نحسب على 0.1 مولر اللي احنا بنعمل بيه التايتريشن المستخدم حقيقي معايا في التجربه، هو ال 0.1 مولر. خلاص؟ فبالتالي انا دلوقتي هتختلف بقى، ما دام انا عايز احافظ على نفس الاماونت، فال 3 مللي 1 مولر لا انا هخليها 30 مللي 0.1 مولر سيلفر نايتريت. تمام. طيب بالتالي بقى، طب انا عايز اجيب، هل انا عايز اجيب ال 30 مللي من ال 0.1 مولر سيلفر نيتريت مكافئين لكام؟ لا، انا عايز اجيب ال 1 مللي بس، فهقسم على 30 هنا وهنا، هقسم هنا على 30 عشان يديني ال 1 مللي من ال 0.1 مولر سيلفر نيتريت مكافئ لكام، وهنا برضو ايه اللي اقسمه هنا، اقسمه هنا. يبقى ايه بالتالي؟ 1 مللي من ال 0.1 مولر سيلفر نيتريت مكافئ ل 4 على 30 مللي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد. نزلت دي ودي زي ما هي، قسمت على هنا على 30 وهنا على 30 في الملي، ده 4 على 30 وهنا 30 على 30 بتديني ايه؟ واحد. وهو اللي انا قاصد اعمله علشان اجيب الواحد مللي من التايتران يبقى مكافئ لكام من الاكسس صوديوم هيدروكسيد اللي هو بتركيز واحد مولر. طيب بالسمبليفيكيشن بقى، ال 4 على 30 دي لو قسمت الفوق والتحت على اتنينات هيبقى ال 4 على 30 هي الفراكشن 2 على 15 مللي. خلاص.
هي 4 على 30 هي 2 على 15، يبقى هوصل للنتيجة الأخرانية دي، إن الواحد ملي من البوينت 1 مولر سيلفر نيتريت مكافئ لكام، وهو المطلوب إثباته، وهو ده اللي أنا قاعد بعمل في الكالكوليشنز دي كلها علشانه، مكافئ لـ2 على 15 ملي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد. الـ2 على 15 ملي دي يا جماعة مهمة، الرقم ده في الآخر هو ده اللي أنا هستخدمه عندي في الجملة اللي هبدأ بيها الكالكوليشنز بقى اللي هعملها في المعمل بتاعت التجربة اللي هشتغلها بإيدي، اللي أنا هو ده القصة بتاعت السايد رياكشن اللي أنا هعمل حسابها، بإن أنا بقول لحضراتكم هنبقى عاملينها لكم ديمونستريشن التجربة التانية بتاعت الكوانتيفيكيشن أوف الصوديوم كلورايد الناتج عن السايد رياكشن ده، وهنبقى مستخدمين الـ2 على 15 دي في الكالكوليشن. نيجي نراجع مع بعض تاني، 20 مللي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد استهلكوا في ايه بالظبط؟ استهلكوا في التلات اجزاء دول، جزء انا عملت له تايتريشن بالنص مولر سلفوريك اسيد اللي هو اللي عملت له بالتايتريشن، وجزء تاني اللي استهلك في السايد رياكشن مع الكلوروفورم عملت له تايتريشن بالبوينت 1 مولر سيلفر نايتريت، والجزء الثالث هو اللي استهلك في الهيدروليس اوف كلورال هيدريت، وهو ده اللي انا المطلوب ان انا اجيبه. تمام. طيب الجزء بتاع الصوديوم هيدروك اكس الصوديوم هيدروكسيد اللي انا عملت له التايتريشن الاولانيه هبقى بحسبه ازاي في الكالكوليشنز؟ ان انا الجمله اللي وصلت لها اللي هي الواحد ملي واحد مولر صوديوم هيدروكسيد از ايكويفالنت تو واحد ملي نص مولر سلفوريك اسيد. طيب الجزء اللي بتاع الصوديوم هيدروكسيد اللي استهلك في السايد رياكشن مع الكلوروفورم هبقى بحسب له ازاي؟ الجمله اللي انا برضو وصلت لها في الكالكوليشنز في السلايد اللي فاتت اللي هي الواحد ملي من البوينت 1 مولر سيلفر نايتريت از ايكويفالنت تو 2 على 15 ملي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد. فبالتالي انا هستخدم الحاجتين دول في الكالكوليشنز، ويتبقى عندي ال 20 مللي لما اخصم منهم الجزء ده والجزء ده هيتبقى منهم الفوليوم كونسيومد في الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت. تمام. فبالتالي لان هلاقي ايه الواحد دي الواحد مللي من التايترنت الاولاني ده مكافئ لواحد، خلاص دي مش هنحط حاجه في الجمله اللي جايه اللي لسه هقولها لحضراتكم. هنا الواحد مللي من التايترنت ده مكافئ الـ2 على 15 مللي من الصوديوم هيدروكسيد 1 مولر، فالاثنين على 15 دي هتلاقوا ان احنا حاطينها هنا، لازم ضاربين في الاثنين على 15 مللي دي اللي عرفنا هي جت منين، هنضربها في الاند بوينت اللي هنقولها لحضراتكم في المعمل اللي هي بتاعه التايتريشن اوف السيلفر نايتريت. تمام. طيب الفوليوم اوف الواحد مللي سوري الفوليوم اوف الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد كونسيومد في الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت هيساوي ال 20 ملي النون اكسس اللي انا حطيتهم بايدي ماينس الاند بوينت الاولانيه اللي حضرتك هتطلعها بنفسك وبلس ده، يعني ده قوس كبير في الحاجتين، في الاند بوينت الاولانيه زائد 2 على 15 مضروبه في الاند بوينت الثانيه اللي هي بتاعه السيلفر نايتريت تايتريشن، خلاص بتاعه السايد رياكشن، يبقى ال 20 ماينس حاصل جمع التو اند بوينت دول، الاند بوينت دي زي ما هي والاند بوينت الثانيه مضروبه في 2 على 15، شايفين في القوس الصغير ده، يبقى ال 20 مللي ماينس قوس كبير الاند بوينت الاولانيه زائد الاند بوينت الثانيه بس مضروبه في 2 على 15، والكل الحاصل جمع الاثنين اند بوينتس دول بتفاصيلهم هنعمل 20 ماينس الحاصل الجمع ده هيديني الفوليوم اوف الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد كونسيومد في الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت، هو ده اللي اتفقنا عليه ان اللي هو الصوديوم هيدروكسيد اللي مستهلك في ثلاث اجزاء، خلاص احنا الجزء بتاع التايتريشن الاولانيه اهو، الجزء بتاع التايتريشن الثانيه اهو، لما نطرحهم من ال 20 مللي هيتبقى الجزء الثالث اللي هو حصل بيه الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت، وهو المطلوب ان احنا نعرفه علشان بعد كده بقى نكمل كالكوليشنز بالطريقه العاديه اللي هي الكونتنت اوف كلورال هيدريت بقى كام؟ الكونتنت اوف كلورال هيدريت اللي هيبقى عند حضرتك في الكونيكال فلاسك اللي عملت بيه التايتريشن، الكونتنت ده ازاي قد ايه؟ طبعا خلاص الكالكوليشنز بتاعت التايتريمتري العاديه اللي هو الفوليوم اوف الكونسيومد صوديوم هيدروكسيد، فوليوم اوف كونسيومد صوديوم هيدروكسيد طبعا كباك تايتريشن، يعني خلاص بعد ما طرحنا منه الاند بوينتس
يبقى الفوليوم اوف كونسيومد صوديوم هيدروكسيد اللي هو طلعناه هنا في الخطوه الاولانيه مضروب في الايكويفالنت اللي هو ايه الايكويفالنت ده اللي هو ايه يا جماعه اللي هو الملي ايكويفالنت اوف كل واحد ملي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد مكافئ لكام من الكلورال هيدريت دراج. خلاص فالواحد ملي من الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد نون اكسس اللي معانا اللي جوه الفلاسك خلاص فهنا عشان باك تايتريشن احنا بنحسب الايكويفالنت على الفوليوم اوف الصوديوم هيدروكسيد اكسس مش السلفوريك اسيد ستاندرد تايترانت اللي بنعمل بيه تايتريشن لا الايكويفالنت بنحسبه من من الستاندرد صوديوم هيدروكسيد اللي احنا منزلينه نون اكسس معاه في التجربه عايزين نشوف الواحد ملي منه مكافئ لكام وزنه من الكلورال هيدريت فهنلاقي انه مكافئ ل 0.1654 جرام من الكلورال هيدريت. طيب الايكويفالنت ده جه منين يا جماعه برضو عشان نبقى عارفين الرقم بتاع ال 0.1654 جرام ده اوف كلورال هيدريت جه منين. الايكويفالنت ده يا جماعه بيجي من ان الايكويفالنت بتاع اي تايتريمتري بيجي من المولكيولار ويت اوف السامبل اللي احنا بنعينها اللي هو هنا هيبقى المولكيولار ويت اوف كلورال هيدريت مضروب في المولاريتي بتاعه الحاجه اللي هو الستاندرد اللي هيتفاعل معاه بما ان ده باك تايتريشن فاحنا هنبقى بنضرب في المولاريتي بتاعه الواحد مولر صوديوم هيدروكسيد مش المولاريتي بتاعه التايترانت زي التايتريمتري العاديه اللي هي مش هنضرب في المولاريتي بتاعه السلفوريك اسيد لا احنا هنضرب في المولاريتي بتاعه الصوديوم هيدروكسيد اللي هي واحد مولر على 1000 خلاص فهو ده الايكويفالنت المولكيولار ويت اوف كلورال هيدريت اللي هو اساسا 165.4 خلاص جرام بير مول تمام هنضربه في المولاريتي بتاعه الصوديوم هيدروكسيد اللي هو النون اكسس اللي منزلينه معانا في التجربه فيبقى مضروب في 1 مولر على 1000 يديني الرقم اللي هو 0.1654 جرام ده من الكلورال هيدريت فهنبقى بنضرب الايكويفالنت ده في الفوليوم اوف كونسيومد صوديوم هيدروكسيد علشان يطلع لي الكونتنت اوف كلورال هيدريت انا الكميه اللي دايبه عندي في الفلاسك عندي اللي نزلتها في السبيسيفيك فوليوم الاولاني ده بتاع السامبل اوف كلورال هيدريت كام طبعا بعد ما اشتغلت التجربه بايدي يعني نتيجه الريزلتس بتاعت التجربه طلع معايا بكام جرام يبقى وحدته بالجرام تمام وبعد كده بقى اخر حاجه يبقى عندي البرسنتج كونسنتريشن اللي هو بقسم الكونتنت اللي هيطلع لي بالجرام ده على السبيسيفيك فوليوم الاولاني اللي انا خدته من السامبل اللي هو كل واحد عنده بيبقى مختلف بقسم الكونتنت على السبيسيفيك فوليوم وبضرب في 100 بيطلع لي القيمة بتاعة البرسنتج كونسنتريشن بتبقى بالبرسنت ويت بير فوليوم تمام يا جماعة يبقى هي دي الكالكوليشنز اللي احنا بنسلمها بس نبقى عارفين طبعا اللي جت منين الاتنين على 15 جت منين السلايدز اللي كانوا قبل كده بتوع كل واحد ملي من كل تايترانت في الاتنين تايتريشنز بيبقى مكافئ لقد ايه من النون اكس اوف صوديوم هيدروكسيد دول لازم نبقى عارفينهم وفاهمينهم جم ازاي علشان بعد كده بنستخدمهم في ان نطرحهم من ال 20 مللي اللي هو التوتال فوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد يبقى ايه لي الكميه اللي استهلكت حقيقي في الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت نضرب الفوليوم ده اوف كونسيوم صوديوم هيدروكسيد في الهيدروليسيس اوف كلورال هيدريت هو ده الناتج ده هنضربه في الايكويفالنت اللي هو مديه قيمته وقلنا جه منين ال 0.1654 جرام ده هيديني الكونتنت اوف كلورال هيدريت بالجرام هنيجي الكونتنت ده هنقسمه على السبيسيفيك فوليوم ونضرب في 100 هيديني قيمه البرسنتج كونسنتريشن بتاعه السامبل اللي انا اخدتها السامبل اللي حضرتك بدات بيها الشغل خالص اللي كنت بتاخدها من البيوريت دي كان مكتوب عليها سامبل اوف كلورال هيدريت كده حضرتك هتبقى بتحسب تركيزها عملت اسي وحسبت تركيز الايه السامبل اللي حضرتك عملت لها الاسي دي وهيطلع بالبرسنت ويت بير فوليوم الكونتنت وحدته ويت واخدهم من فوليوم اللي حضرتك اخدت منه السامبل فالوحده بتاعت الكونسنتريشن برسنتج ويت بير فوليوم. شكرا.